الناس دلوقتي لا هم لها ولا حديث سوى انهيار اس في بي اللي هو سيليكون فالي بانك. هو سيليكون فالي بانك انهار علشان امريكا اقتصادها ضعيف مثلا، او اقتصادها صغير، او اجراءاتها الاقتصاديه. ما هو سؤال بس، في ازمه عالميه، هذه الازمه لها انعكاسات على كل الناس بما فيها الاقتصاد الامريكي اللي هو رقم واحد. طيب ايه هو مثلا سبب انهيار الاقتصاد او انهيار اس في بي على سبيل المثال؟ زي ما كنا بنقول من كام يوم كده، اي بنك في الدنيا بيكسب من ايه؟ في حاجه اسمها الودايع وفي حاجه اسمها القروض. يوسف حط وديعه، حط شهاده، حط فلوس، واحمد بيقترض. سعر الاقراض دايما اغلى من سعر الايداع، الفرق ده هو مكسب البنك. طيب ايه اللي بيحصل؟ جزء تاني من هذه المكاسب اللي بتحققها البنوك انها بتاخد الفلوس وتبدا تستثمرها، فنفترض انها بتستثمرها في سندات الخزانه، ده اللي حصل مع اس في بي على سبيل المثال. ادى الى ايه؟ انه استثمر في سندات الخزانه قبل ما المركزي او قبل ما البنك الفيدرالي بتاعه هو يرفع من وتيره سعر الفايده على الدولار الامريكي في الولايات المتحده بمنتهى التسارع، ظنا منه انه بالطريقه دي بيحمي نفسه من الازمه الاقتصاديه العالميه ومن مشاكل التضخم، ظنا منه. كويس، فاللي حصل انه السعر على الفايده زاد جدا، سعر الربح اللي هيجيله من الاستثمار في السندات قليل جدا، معرفش يوفي لأصحاب الودائع فلوسهم. فحصل أنه أصحاب الودائع عاوزين يسحبوا تقريبا 42 مليار، راحوا يسحبوا 42 مليار من الفروع المختلفة لهذا البنك إلخ إلخ. البنك قال لهم كل سنة وانتم طيبين، مش هقدر، فانهار البنك. طيب ده معناه إيه؟ ده معناه أنه في سياسات ما قد تكون متسرعة، قد تكون سليمة، أنا ذاك من وجهة نظرهم صح، مش دي قصتي. المهم انه الأزمة العالمية دي أثرت على البنك ده، زي ما وارد انها تأثر على بنوك كتير في الولايات المتحدة الأمريكية، وارد ووارد لأ. لكن المشكلة الكبرى دلوقتي بقت فين؟ لدى صانع القرار الاقتصادي أو القرار النقدي أو القرار المالي في الولايات المتحدة الأمريكية، هي الأزمة النفسية لدى المودعين. يعني إيه الأزمة النفسية لدى المودعين؟ إن يحصل موجة تشكك كبيرة وعارمة تدفع المودعين للذهاب إلى البنوك المختلفة لسحب مدخراتهم. في الحالة دي هيحصل حاجة اسمها أزمة الوفاء. يعني إيه أزمة الوفاء؟ يعني مش قادر أوفي هذه الطلبات، فتحصل مشكلة. المعارضة شيء رائع بالمناسبة وشيء عظيم، بس لازم نعرف يعني إيه معارضة. هو أنت فاكر أن المعارضة هي لأ؟ المعارضة مش لأ، المعارضة لأ بس نعمل 1 2 3 4، ده وحش الكويس هو كذا، ده غير سليم السليم هو كذا. هي دي المعارضة اللي في الدنيا، ده مش اختراعي. طيب تعالى بقى نشوف الإجراءات الاقتصادية المصرية من جهة، ثم استخدام الموارد وتفعيل الموارد الاقتصادية المصرية، احنا ماشيين صح ولا غلط؟ الجانبين اياهم بيقولك انتوا طول الوقت غلط. اقول له طيب، هو على سبيل المثال ان مصر تمتلك او مصر قادرة على امتلاك حقول غاز كبرى في منطقة شرق المتوسط معلومة حديثة بقالها سنة او 2 او 3 او 4 او 5 او 10؟ لا، المعلومة موجودة. طيب هل كان في إرادة حقيقية من القيادة السياسية ان مصر تفعل هذا المورد الهام؟ طبعا لا، بدليل انها ما فعلتوش. يبقى لما يبقى عندي قيادة سياسية تمتلك هذه الإرادة والإخلاص والإصرار على تفعيل الموارد الاقتصادية، يبقى ده معناه إيه؟ أنا كده ماشي صح، ده أنا بفعل مواردي، ده أنا بستخدمها. يبقى مسألة الغاز، وده على سبيل المثال، مش هكلمك زي ما كنا امبارح بنتكلم على مع الدكتور خالد في هندسة بترول بني سويف على مسألة حورس 1 وحورس 2، وإزاي هذه الأقمار الصناعية بتكشف حجم الموارد الطبيعية اللي موجودة في باطن الأرض المصرية زائد المية إلخ إلخ إلخ. لا، بمنتهى البساطة هقول لك أدي الغاز بس. بسبب الغاز بس، وده إجراء أو قرار أو تفعيل لإرادة أو
استخدام أمثل للموارد الطبيعية. عملت حاجة اسمها منتدى شرق المتوسط، وجبت شركات كبيرة جدا عشان تبدأ تنقب عن الغاز في هذه المنطقة وغيرها من المناطق بالمناسبة. فمصر أصبحت بعد ما كان عندها فجوة طاقة، بعد ما كانت وصلت للأسف أنها رجعت تستورد غاز تاني، تصبح الثانية عربيا بين مصدري الغاز المسال. بس كده؟ لا، والخامسة عالميا بين مصدري الغاز المسال لأوروبا. حالا نفهم بقى أكتر على القصة دي من أهل الاختصاص. دكتور رمضان أبو العيلة، أستاذ هندسة البترول وخبير الطاقة الدولي، أهلا بيك يا دكتور رمضان. والله أنا مستمتع جدا بالكلام اللي أنت بتقوله يا أستاذ يوسف. والله الله يخليك يا دكتور، والله ده شرف ليا، ربنا يخليك. خلينا إحنا بقى نستمتع ونستزيد من علم حضرتك في النقطة دي لأنك أهل التخصص يا دكتور. ربنا يخليك. أنا الحقيقة هاخد معالجة هذا الموضوع بشكل دولي أكثر، ثم نعود إلى مصر إذا سمحت لي حضرتك. يا ريت يا فندم، اتفضل. الحقيقة أهم ما تعكسه بيانات يوروستيت الأوروبية للإحصائيات أن هناك مكاسب، طبعا في أرقام عديدة وبنستنتج منها أن هناك دول حققت مكاسب عديدة نتيجة للحرب الروسية الأوكرانية، وهناك أيضا بعض الدول التي تكبدت خسائر فادحة. ومن المنظور الدولي الخاسر الأول والوحيد نتيجة هذه الحرب هي جميع دول الاتحاد الأوروبي وعلى رأسها ألمانيا وفرنسا وإيطاليا. فيما يتعلق ببريطانيا باعتبارها خارج منظومة الاتحاد، تكبدت بعض الخسائر وفي نفس الوقت حققت بعض المكاسب نتيجة تصدير الغاز عبر خطوط الأنابيب بقيمة حوالي 8.3 مليار يورو. فيما يتعلق بقى بالدول التي حققت مكاسب، ودي بقى مفاجأة، بيأتي على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية اللي صدرت غاز مسال بقيمة 48.4 مليار يورو، وبسعر يبلغ 7 أضعاف ما كان عليه قبل الحرب. وهنا هتوقف عشان اعود لمصر ثم اراجع الموقف الدولي. احنا كنا بنستورد غاز بقيمة 3 مليار دولار سنويا، يعني لو لم نحقق الاكتفاء الذاتي قولا واحدا كنا هنتكلف ما لا يقل عن 20 مليار دولار سنويا للوفاء باحتياجاتنا المحلية، وده طبعا كان ممكن يسبب كارثة طبعاً للاقتصاد المصري. ولكن تحقيقنا للاكتفاء الذاتي، وبعدين هعود بقى للتصدير لان الحمد لله احنا دلوقتي بنصدر. نعود مرة اخرى للدول التي حققت مكاسب، قلنا الولايات المتحدة الامريكية. تاني الدول برضو مفاجأة، ثاني دولة حققت مكاسب نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية هي روسيا نفسها، لأنها صدرت غاز بقيمة 47.6 مليار يورو عبر الأنابيب، وغاز آخر عبر الغاز المسال و31.4 مليار يورو بسعر يبلغ 4 أضعاف ما كانت تصدره قبل الحرب الروسية الأوكرانية. ده بشكل كده عام عشان ندي للمشاهد تصور للدول اللي حققت مكاسب والدول التي حققت خسائر أو تكبدت خسائر. حلو. الحقيقة الحمد لله مصر استطاعت أن تأخذ قطعة من تورتة الغاز المسال، لأن احنا ليس لدينا خطوط أنابيب تربط مصر بأوروبا، ولكن لدينا مصنعي الإسالة في إدكو وفي دمياط اللي بتعمل إسالة للغاز قبل تصديره إلى أوروبا. والحقيقة إحنا برضو حققنا مكاسب لأن إحنا صدرنا بما لا يقل عن 12 مليار دولار
أو حوالي تقريبا يعني 8 مليار يورو. طبعا الغاز اللي احنا صدرناه ده طبعا دخل جزء منه للموازنة العامة للدولة، وإحنا جينا في المرتبة الخامسة، لأن زي ما قلنا كان الولايات المتحدة ثم روسيا ثم قطر أنجولا ثم مصر هي خامس دولة على مستوى العالم وثاني دولة عربية. طب ده كلام مهم جدا يخليني هسأل يا دكتور، احنا احتمالات زيادة صادراتنا من الغاز الى اوروبا واردة ولا تتوقف عند هذا الحد؟ وان كانت احتمالات الزيادة واردة تصل الى قد ايه بتقدير مبدئي لسنة 23 مش العام المالي 22-23؟ هو انا هجاوب على سؤال حضرتك، هو اهم الهدف من سؤال حضرتك ما يمكن تحقيقه من مكاسب صح. بالعملة الصعبة تحققه مصر وتخفف الأعباء عن المواطنين. أنا هقول لحضرتك هكلمك في نقطتين. النقطة الأولى أن تحقيق المزيد من الاكتشافات في المياه العميقة والضحلة في شرق المتوسط، وتم الإعلان عن بعض تلك الحقول، وإن شاء الله تدخل في الخدمة في غضون مثلا سنة أو سنة ونص بالكثير. ده طبعا هيزود ما تحققه مصر من مكاسب. النقطة الأخرى وهو تفكير خارج الصندوق، وأعتقد من البرنامج بتاع حضرتك اللي مصر كلها بتشوفه، أنا هقول لحضرتك بعض الأرقام اللي ممكن مصر من خلالها تحقق المزيد من العملات الصعبة. لو احنا قلنا ان احنا بنستهلك سنويا حوالي 62 مليار متر مكعب من الغاز، الكهرباء بتستهلك منه 60%، يعني حوالي 37 مليار متر مكعب. المنازل تستهلك منها حوالي 40%، يعني 14.8 مليار متر مكعب. لو عملنا مبادرة لترشيد استهلاك الكهرباء، وعلى سبيل المثال أي منزل يوفر 50% بديله بونس أو بديله ديسكاونت، لو أنا عملت كده هوفر حوالي 7 مليار متر مكعب، دول قيمتهم حاليا لا تقل بأي حال عن 18 مليار دولار. ممكن دول يدخلوا في الموازنة العامة للدولة، ودي مبادرة من خلال حضرتك أرجو إنها يتم يعني وضعها في الاعتبار لدى الحكومة المصرية. يا ريت احنا فعلا لو عملنا كده هتفرق كتير جدا. 18 ده أظنه تقريبا المبلغ اللي احنا محتاجينه في ظل الظروف الراهنة. أنا بشكرك جدا 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 دكتور رمضان أبو العلا، أستاذ هندسة البترول وخبير الطاقة الدولي. طيب تعالوا بقى ناخدها كده رقمين بس. الرقم اللي قاله دكتور رمضان على مسألة احنا كنا بنستورد بكام قد كده غاز، تقريبا حوالي 3 مليار، سعرهم النهاردة لو افترضنا طبقا لطريقة التسعير الامريكي 7 أضعاف، طب سيبك خليها 4 أضعاف، يعني تقريبا يعملوا حوالي 12 مليار. 12 مليار كانوا هيبقوا طول الوقت حمل على الموازنة بتاعتك، فانت رحت حطتهم على جنب خلاص كده، دول شكرا ما بقتش محتاج ان انا اصرفهم، بقوا عندي. مش بس كده، أنا صدرت تقريبا ب8 مليار، يعني أنا زودت دخلي أنا كبلد، إيراداتي كبلد 8 مليار في سنة. بس الحقيقة الإجراءات الاقتصادية دي وحشة جدا جدا، وماشية ومصر مش ماشية على المسار المظبوط. خد بالك انت بتصدر الغاز بتاعك وبتصدر جزء كبير من غاز المنطقة، لان انت اللي بتعمل عملية تسييل للغاز، فانت مستفيد من الفوارق بتاعة هذه الاسعار او فوارق القيمة المضافة، دي فلوس دخلالك انت برضو. اقول لك خلينا نكمل الكلام بعد الفاصل. جميلة والله العظيم يا جماعة، واحنا بجد والله بنفكر ازاي؟
انا بكلمك بجد. اولا انا بستاء جدا من مساله انه تجد بعض الناس عايزينك تقول اللي يشنف اذانهم ويطرب مسامعهم حتى لو ما كانش حقيقه. بستاء بجد وبستغرب جدا. وبعدين لو انت ما قلتلوش ما يشنف اذانه او يطرب مسامعه فلازم طول الوقت يتهمك او يشنع عليك او يحاول اغتيالك معنويا. وبعدين يقول لك نحن نطالب بالديمقراطيه وحريه الراي. طب يا عم ده رايي، وانت ليه عاوز ان رايي يبقى مطابق لرايك ليه؟ ثم انه من وجهه مش هي بصراحه مش من وجهه نظري، هو الحقيقه والارقام بتقول كذا، ليه عايزني اغفل الحقيقه والرقم حتى اطربك ليه؟ مش دي تبقى غريبه؟ يبقى كذب، يبقى بضحك عليك، يبقى عاوز اكسب شعبيه على قفا الكذب. طيب تعال نشوف النهارده دكتور مصطفى مدبولي على سبيل المثال للحصر، واحنا هنا بنتكلم على رمضان وكل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم والله اكرم واللهم بلغنا رمضان. رئيس الوزراء بنفسه الحقيقه نزل النهارده بعد الظهر يفتتح معرض اهلا رمضان الرئيسي، معارض اهلا رمضان دي كتير جدا. هو راح لافتتاح معرض اهلا رمضان الرئيسي في محافظه القاهره واللي موجود في مركز القاهره الدولي للمؤتمرات في مدينه نصر في قلب الدنيا يعني. طيب جدير بالذكر يا ساده ان احنا عندنا 465 معرض لاهلا رمضان في جميع المحافظات. هل من الوارد ان احنا نزودهم شويه؟ اقول لك والله يمكن. وبعدين خلي بالك انا جنبي معايا هنا، انا بكلم اهلا رمضان ده كده على وزاره التموين، ما انا جنبي وزاره الزراعه برضه عامله معارضها، وجنبي بالمناسبه وزاره الداخليه عامله معارضها، يعني العدد ما شاء الله في الليمون، اللهم زيد اللهم بارك، طالما بقدر اخد سلعه بسعر مريح عليا شويتين، انا مش بقول لك احسن سعر في الوجود، لكن اكيد احسن من بره. خلونا ناخد معانا على التليفون دكتور احمد كمال معاون وزير التموين والمتحدث الرسمي باسم الوزاره. اهلا بيك يا دكتور. اهلا وسهلا بحضرتك وبكل الساده المشاهدين. ايه الاخبار؟ كله تمام؟ الحمد لله. نشكر حضرتك على المقدمه الجميله عن الحديث عن معارض اهلا رمضان. لا العفو، بس خليني الاول اقول لك مبروك على الدكتوراه، صح ولا ايه؟ ربنا يبارك في حضرتك. الف مبروك. الف مبروك. شكرا جزيلا. دكتور احمد كلمنا اكتر على معرض اهلا رمضان، مش بس في ظل زياره دوله رئيس الوزراء للمعرض الرئيسي، لكن هذه المعارض ماذا تقدم للمواطن واسعارها تقل عن السوق خارج هذه المعارض بنسب قد ايه تقريبا؟ في الحقيقة زي ما حضرتك أشرت في المقدمة، يمكن في تكليف من فخامة السيد رئيس الجمهورية لمعالي رئيس مجلس الوزراء ومعالي وزير التموين للتبكير بمعارض أهلا رمضان، وبدأنا بالفعل هذا العام من يناير 2023 حتى هذه اللحظة تم افتتاح 552 معرض على مستوى كافة محافظات الجمهورية، ودي شوادر ومعارض رئيسية في كافة المحافظات. اللي تم النهاردة هو افتتاح المعرض الرئيسي في محافظة القاهرة. نسب الخصومات اللي موجودة في معرض القاهرة بتتراوح إلى 50%، وفي بعض المنتجين تعهدوا إن هم يبيعوا بسعر التكلفة بدون أي هامش ربح. المعرض بيقام على مساحة 8000 متر مربع، وفي أكثر من 400 عارض ومشارك في المعرض، وأكثر من 180 جناح، جناح خاص بالشركة القابضة للصناعات الغذائية وكل شركاتها التابعة، جناح خاص بمنافذ أمان اللي تابعة لوزارة الداخلية، بالإضافة إلى جهاز مشروعات الخدمة الوطنية. المعرض ممتد من النهاردة 14 مارس حتى 21 مارس. باقي معارض أهلا رمضان اللي على مستوى محافظات الجمهورية حتى نهاية شهر مارس إن شاء الله. التخفيضات في المعارض اللي موجودة في محافظات الجمهورية تصل إلى 30%. النهاردة يمكن معالي الوزير استعرض الأسعار اللي موجودة مع السادة المشاركين في الافتتاح. يعني على سبيل المثال السكر مطروح ب 14 جنيه ونص، سعره بره بيتراوح من 18 الى 20 جنيه، الرز المعبأ نسبة الكسر 5% بيصل الى 14 ونص، الدقيق ايضا 1 كيلو معبأ بيوصل ل 18 جنيه بره بيعدي ال 22 جنيه، اللحمة السوداني الطازة الفريش 165 جنيه،
الدواجن زي ما النهارده استعرض رئيس الوزراء ووقف اتكلم مع معالي الوزير بما يتعلق بالدواجن، وقد ايه الوزاره لما نزلت بالمخزون اللي عندها وزاره الزراعه وجهاز مشروعات الخدمه الوطنيه ومنافذ امان ساهمت ان نزل كيلو الدواجن المجمد دلوقتي 65 جنيه، ونزلت ايضا دواجن محليه، وتم الاعلان عن دفعه من الدواجن المستورده، وبالتالي ساهمت في تخفيض الاسعار بالتزامن مع الافراج الجمركي اللي بيحصل. فالحمد لله الدوله زي ما حضرتك اشرت يعني كانت قادره على ان هي تثبت رغم الظروف الاقتصاديه العالميه ان هي حاضره وبقوه في ملف الامن الغذائي. مش بتكلم بس عن معارض اهلا رمضان، في السلاسل التجاريه اكثر من 600 سلسله فيها ركن اسمه اهلا رمضان، المجمعات الاستهلاكيه تقريبا 1300 مجمع فيهم نفس نسب التخفيضات اللي تابعين للوزاره، السيارات المتنقله النهارده كانت موجوده وخدت اشاره البدء اللي هي خاصه بشباب الخريجين، 104 عربيه كانت موجوده في ارض المعارض وتم يعني تسييرها تتحرك في كل محافظات الجمهوريه وخاصه القاهره الكبرى والجيزه واسكندريه والقليوبيه اللي هي بتتمركز في الميادين الرئيسيه. النهارده في الحقيقه قدم برضو معالي الوزير ودوله رئيس مجلس الوزراء الشكر للقطاع الخاص ان هم متواجدين في المعرض، وقد ايه طرحوا مبادرات ان هم يبيعوا باسعار التكلفه، وبنطمن الناس من خلال حضرتك ان هم يترددوا على المعرض اعتبارا من بكره من الساعه 10 صباحا ل 10 مساء، كل السلع اللي خاصه برمضان والسلع الاساسيه وكل ما يحتاجه البيت المصري هيلاقوه ان شاء الله موجود، ومفيش اي داعي للتكالب او يعني الشراء بهدف التخزين لان البضاعه موجوده والمخزون الاستراتيجي برضو النهارده. يعني معالي الوزير كان فيه فرصه ويعني اسف لو هطول يعني على حضرتك شويه، يعني اتكلم النهارده الحمد لله القمح مكفينا 3 شهور والزيت مكفينا 5 شهور والسكر 3 شهور، وبدانا دلوقتي انتاج قصب السكر وبنجر السكر، والحمد لله كان في استقرار في اسعار الرز بعد يعني الاجراءات الاخيره اللي اتخذتها الدوله. فنطمن الناس ان الاحتياطي موجود والمعارض موجوده والشوادر موجوده ومنافذ وزاره التنميه المحليه وزاره الزراعه وزاره الدفاع وزاره الداخليه، كل ده موجود لخدمه المواطن المصري. طب ده انا لو سمحت لي هضيف حاجه كمان يا دكتور، انا لو انا بتكلم على مخزون القمح انا لسه عندي موسم حصاد يبدا في ابريل، يعني انا كل ده 15/4 لسه ما بداتش موسم الحصاد بتاعي، والسكر كمان بدا معانا في يناير بدا قصب السكر، وفبراير بدا بنجر السكر، يبدا بنجر السكر، وعندي 3 شهور كمان احتياطي الزيت، عندي 5 شهور لان احنا بنستورد تقريبا 95% من احتياجاتنا للزيوت في ظل طبعا يعني الاجواء او الظروف الاقتصاديه، ولكن قدرنا ان احنا نحقق مخزون استراتيجي، اللحوم السوداني ايضا والدواجن المجمده. فعايزين نطمن الناس يعني وتبقى اخبار جميله من خلال يعني البرنامج بتاع حضرتك، ان الحمد لله يعني زي ما احنا دايما متعودين نطمن الناس مع حضرتك مفيش اي داعي خالص للقلق، لان يعني ملف الامن الغذائي القياده السياسيه ومجلس الوزراء بيلو اهتمام يعني كبير، ومعالي الوزير يعني شغله الشاغل هو بناء الاحتياطي الاستراتيجي الامن، مش 3 أو 4 شهور، بالعكس في بعض السلع بتصل الى 6 أشهر كمان. طيب ده كلام محترم جدا دكتور، يعني هاخد الاول بمبدا في الاعاده افاده، انا النهارده اي حد او من بكره باذن الله هينزل يروح معارض اهلا رمضان او جمعياتنا الاستهلاكيه الخ هيلاقي كيلو اللحمه السوداني ب 165 صح؟ 65 جنيه، الدواجن ب 5 اللحوم السوداني 165، الدواجن ب 65، هيلاقي السكر 14.5، الرز 14.5، الدقيق 18 جنيه، المكرونه 400 جرام ب 7.5، في مكرونه ايضا يعني في ماركات كتير مشهوره موجوده سعرها 10 جنيه، عندنا كل انواع الزيوت اللي تابعة للقطاع الخاص موجوده، الشاي 250 جرام هيلاقيه موجود، ال 40 جرام ب 7 جنيه، ال 250 جرام بيتراوح سعره من 40 الى 45 جنيه، كل انواع الصلصه اللي تابعة لوزاره التموين اللي هي شركات اها وتشينا 300 جرام ب 7 جنيه، يعني انا بدي لحضرتك امثله على سبيل انا فاهم يعني ده موجود من بكره الصبح باذن الله جنيه. من بكره الصبح موجود في ارض المعارض في مدينه نصر، وهيبقى موجود معانا لحد يوم 21 مارس ان شاء الله، وباقي ال 552 معرض مستمرين حتى اخر شهر مارس. طيب حاجه تانية بقى، انا دايما عندي حاله خشيه وخوف، انا طول عمري من وانا طفل مسميني مضمنش ليه بقى؟
انه انا اخاف من السمسرة والدلالين والدلالات والتجار يخشوا على المعرض يحوش يجمع ياخد بعضه ويطلع يبيعها عنده في محله ولا يلف بيها على البيوت بضعف السعر. هل احنا عندنا آلية ما نقدر بيها نحول دون ذلك؟ اسمح لنا ان احنا كوزارة التموين نطمنك بس في الجزئية دي. اولا بيبقى فيه مراقبين من جهاز حماية المستهلك موجودين في المعرض بيشكلوا غرفة عمليات مستمرة مع مجموعة عمل من وزارة التموين قطاع التجارة الداخلية ومديرية التموين اللي تابعة لمحافظة القاهرة موجودين في داخل أجنحة المعرض اللي بتصل إلى 180 جناح عشان تيسير عملية دخول وخروج المواطنين، عملية يعني تذليل أي عقبات أمام الشركات العارضة، تسهيل عملية إمداد ونقل البضاعة ودخولها وخروجها، بالإضافة إلى السماح للمواطنين طبعا السلوك الاستهلاكي الطبيعي، يعني اي حد يعني داخل يشتري بتبقى في الحدود الطبيعيه ما بين 5 كيلو 10 كيلو، حاجات كلها يعني زي بيوتنا كلها بتبقى حاجات يعني في الاستهلاك المتوسط، فممنوع الشراء بالكراتين اللي بتثير الشك او الريبه، بالاضافه الى ان بعض المنتجات عليها الشعار الخاص باهلا رمضان، وحذرنا قبل كده يمكن النهارده يعني ختام افتتاح المعارض، يمكن احنا من اول يناير فتحنا أكثر من 500 معرض، فكنا بنقول ده في كل معرض إن أي تاجر هيضبط بياخد كميات موجودة عنده في المحال الخاص بيه وعليها شعار أهلا رمضان هيتم مصادرة البضاعة وإعادة بيعها مرة تانية في منافذ الحكومة أو الدولة وسحب الترخيص من هذا التاجر، لأن الدولة بذلت مجهود إن هي جابت المعارض وسعر الإيجار بيبقى رمزي، وزارة التنمية المحلية ما يخص الأمن والمرافق واتحاد العام للغرف التجارية التنسيق مع الموردين، وزارة التموين اللي هي عملية الإمداد بالنقل للبضاعة، وتواجد مسؤولين يعني أرفع المسؤولين يعني رئيس مجلس الوزراء بنفسه موجود بيفتتح المعرض والسادة الوزراء، كل المجهود ده يعني هدفه حاجة واحدة إن احنا نوصل السلعة بالجودة العالية والسعر المناسب للمواطن، فمش صحيح. هيسمح لأي مواطن أي حد مستغل إن هو يدخل يعني يعمل اي خلل في هذه المنظومه، فانا بطمن حضرتك ان ان شاء الله الناس تاخد احتياجاتها على قدر المطلوب واي محاوله للاستغلال هيتم مواجهتها بكل حزم وقوه. حلو جدا، انا بشكرك جدا 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 يا دكتور، كل الشكر للدكتور احمد كمال معاون وزير التموين والمتحدث الرسمي باسم الوزاره. كويس جدا ان الدكتور احمد كمال ذكر مساله جهاز حمايه المستهلك. بص انا راجل واضح، اي حاجه فيها المهندس ايمن حسام انا بقى قاعد مطمن بصراحه على طول. ليه؟ لانه الجهاز ده الحقيقه اللي بيترأسه المهندس ايمن، فسواء اذا كان هو نفسه كرئيس لهذا الجهاز او فريق العمل الحقيقه اللي فعلا ما بينامش، الناس دي كل شغلتها انها تحميك، بس زي ما دايما يقول لنا لو سمحتوا لقيت حاجه بلغنا عرفنا علشان احنا نقدر نتصرف. ده بخلاف ان هم بيعملوا اللي هو ما يطلق عليه كده الميستري شوبر، الشخص اللي بينزل يعمل نفسه كانه بيشتري مع انه من الجهاز. بخلاف ان هم بينشروا المراقبين بتوعهم في الاسواق وداخل المحل والمجمعات الكبيره وما الى ذلك علشان دول رجاله الجهاز فبيبصوا شوفوا ايه اللي بيحصل. طيب فلان الفلاني تاجر ما واكتشفنا انه هو بقى ايه راح جاب الحاجه وكانه فرد عادي، بس بعت ابنه وبعت صبيانه وبعت الجيران وحبايب الحبايب علشان يخزن ويبيع الحاجه مكتوب عليها شعار اهلا رمضان. سيادتك دخلت محل البقاله لقيت الحاجه عليها شعار اهلا رمضان وبتتباع باسعار اكتر من اهلا رمضان، بلغ جهاز حمايه المستهلك على طول، ما تسكتش، ده حقك وبالمناسبه دي فلوسك، ده معناها انه هذا التاجر بيسرقك، وش ده حاطط ايده في جيبك، ما تسكتش. طيب تعال بقى نروح على حاجة عجبتني بصراحة جدا، منح السيدات الملتزمات بشروط المشروع القومي للأسرة 1000 جنيه سنويا. خلي بالك ده حافز. طب ايه هو المشروع وشكل الالتزام ايه؟ مش أنا اللي هقولك، دكتور محمد العقبي المتحدث باسم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية خير من يحدثنا في ذلك. أهلا بيك يا دكتور. أهلا وسهلا أستاذ يوسف، سعداء بالتواصل مع حضرتك. ده احنا اللي سعداء جدا قوي خالص. إيه بقى موضوع المشروع القومي للأسرة والحافز الألف جنيه سنوي ده؟
المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية واحد من المشروعات القومية اللي بتقوم بها الحكومة لتحسين أحوال المواطنين وتحديدا تحسين الخصائص السكانية. يمكن القضية السكانية واحدة من القضايا اللي بتعرق المجتمع المصري والاقتصاد المصري على مدار سنوات طويلة. كانت دايما المدخل لهذه القضية احنا بنقول للناس حددوا النسل، قللوا الخلف، ولكن المرة دي الأمر مختلف، لأن احنا المدخل اللي بيقوم عليه المشروع هو مدخل تنموي بيعتمد على خمس محاور أساسية، على رأسها تمكين المرأة المصرية، توفير فرص عمل ومشروعات للمرأة المصرية، التحسين التشريعات اللي بتتعامل مع الأسرة المصرية، ان يكون في حملات توعية وحملات تثقيف للأسرة المصرية. ومن ضمن هذه المحاور هو محور له علاقة بوجود حوافز إيجابية. العالم في القضية السكانية كان بياخد طريقين، طريق الحوافز السلبية أن تحرم الأسرة اللي بتنجب كثيرا، أو يحرم الأب، أو يحرم الطفل الثالث أو الرابع على حسب السيناريو اللي بتعتمده الدولة. وبعض الدول اتجهت إلى الحوافز الإيجابية، وده اللي ارتبط بالدولة المصرية أنه يكون في حافز إيجابي يدعم الأسرة اللي بتنجب طفلين فقط، ويشجع كل الأسر على أنهم ينجبوا طفلين فقط. زي ما حضرتك قلت، المبلغ اللي تم الإعلان عنه اللي هو قيمته 1000 جنيه سنويا، هذا المبلغ هو حافز يتم ادخاره للسيدة اللي بتشترك في هذا البرنامج، وعلى أن تتم صرف المبالغ كاملة بالفوائد وحجم الاستثمار اللي هيتم على هذا المبلغ عند سن 45. عظيم جدا. يعني لو افترضنا ان هذه السيدة عندها 25 سنة، ده معناها انها تحصل في نهاية المدة على تقريبا 20,000 زائد استثماراتهم او فوائدهم. لا هتاخد اكتر من 20,000. ما انا بقول لك 20 زائد استثماراتهم وفوائدهم. بالضبط يا فندم. في معادلة تم وضعها بالتعاون مع وزارة المالية وخبراء اكتواريين. حلو. انه كل سيدة بتدخل البرنامج بيتم وضع 1000 جنيه في وعاء ادخاري بتتضاعف هذه المبالغ، بحيث ان لو السيدة دخلت البرنامج في المدة الكاملة، يعني من 21 سنة الى 45، بتحصل على ما يقرب من 62,000 جنيه. عظيم جدا. طيب سؤال علشان نسد طول الوقت الفجوات قدر الاستطاعة على شائعات الإخوان، ربنا ياخدهم إن شاء الله، هل في أي مبلغ هتدفعه هذه السيدة المشتركة؟ لا تتحمل السيدة المشتركة أي مبالغ من أي نوع في أي مرحلة من المراحل. كل ما عليها أنها بتتوجه للأماكن اللي هيتم الإعلان عنها، أو الموقع الإلكتروني اللي هيتم الإعلان عنه، لتسجيل بياناتها وما يثبت انها متزوجة وانها عمرها 21 سنة واقل من 40 سنة، وانها لم تنجب الا طفلين فقط، وتلتزم بالكشف الدوري في عيادات تنمية الاسرة والكشف الدوري على سرطان الثدي. تظل في هذا البرنامج ما دامت ملتزمة بهذه الشروط، وتحصل على هذه الامتيازات اللي بتبلغ 62,000 جنيه إذا ما حصلت على كامل المدة أو كان اشتراكها في كامل المدة. عظيم. يعني عمليا أنا بقول لها إحنا هنوفر لك فلوس من غير ما تدفعي ولا مليم، ده كده نمرة واحد، وفي شرط إن إحنا عاوزين نحافظ على صحتك طول الوقت، فهتروحي العيادات عشان نطمن عليكي، وبرضو من غير ما هتدفعي حاجة. بالتأكيد طبعا. هذا البرنامج مصمم بالأساس لتحسين أوضاع الأسرة المصرية، لتحسين جودة حياة الأسرة المصرية، لتحسين خصائص سكان مصر. طيب. وبالتالي هذا البرنامج هو نوع من الدعم والحافز الإيجابي للأسرة المصرية والمرأة المصرية للالتزام بأن تنجب طفلين فقط، من أجل أن تحسن تربيتهم، تمنحهم الوقت الكافي، تحسن تغذيتهم، تحافظ على صحتها، تحافظ على أسرتها، يكون عندها وقت تشتغل، يكون عندها وقت تتدرب وتفتح مشروع، بحيث أن الأسرة تكون أسرة حلها أفضل يا أستاذ يوسف. بإذن الله. طب ده هايل خالص. للمزيد من الفهم، معلش يا دكتور أنا بطول عليك والله، لا يا فندم تحت الأمر.
انا هفترض انه سيده عندها 30 سنه ومتزوجه وعندها دلوقتي عيلين، ينفع تروح انها تملى هذه الاوراق وتبقى جزء من هذه المبادره؟ ينفع طبعا، ولو حتى عندها 39 سنه ينفع تملى هذه الاوراق وتشترك في هذا البرنامج، وهتكون مده اشتراكها في حدود 5 سنوات، حينما تبلغ سن ال 45 هتحصل على مبلغ مالي يتناسب مع مده الاشتراك اللي اشتركتها، وكانها عندها بوليصه تامين بتحصل عليها في نهايه المده بشرط الالتزام بباقي الشروط الاخرى. الحد الاقصى بقى للسن في الحاله دي ايه؟ هيبقى 44 ولا 39؟ لا، اللي الاشتراك هو اقل من 40 سنه. لازم اقل من 40 علشان نقدر ان احنا نقدم لها حافز برضو عليه القيمه يعني. انا بالضبط. بشكرك جدا 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 يا دكتور، كل الشكر دكتور محمد العقبي المتحدث باسم وزاره التخطيط والتنميه الاقتصاديه. تعالوا نروح على مبادره برضو مهمه جدا، انا كنت لسه بقول لكم يا جماعه احنا عندنا المنافس بتاعتنا بتاعت وزاره التموين، وعندنا المنافس بتاعتنا بتاعت وزاره الداخليه، وعندنا يعني احنا كنا بنتكلم على اهلنا رمضان وزاره التموين، وعندنا كلنا واحد وزاره الداخليه ومنافس امان، وعندنا منافس وطنيه القوات المسلحه، وعندنا منافس وزاره الزراعه، وعندنا الشركه القابضه للمجمعات الاستهلاكيه. شوف كل اللي عايزينه ان يوصل لك منتج غذائي جيد جدا وبسعر معقول قدر الاستطاعه. تعالى نشوف احنا بنتكلم على كلنا واحد، وهي المبادرة اللي احنا زي ما احنا عارفينها هي تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. نظموا ايه؟ او نظمت ايه وزارة الداخلية؟ نظمت قافلة لبيع المواد الغذائية وغير الغذائية. طيب اسعارها ايه؟ اسعارها مخفضة واسعار خاصة جدا لاهالينا في شمال سيناء، ووفروا قوافل خدمية لتقديم خدمات الأحوال المدنية وتراخيص المرور. كمان تم تنظيم زيارات لعدد كبير من المدارس وتوزيع هدايا كمان على ولادنا اللي موجودين هناك والطلبة. معانا على التليفون كاتبنا الصحفي الرائع والجميل جمال رائف. أهلا 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 بيك يا أستاذ جمال. اهلا بحضرتك يا استاذ يوسف، وبسعد دايما ان انا بكون مع حضرتك. وانا اكتر والله، وبسعد بوجودك معانا كمان في الاستوديو لما بتنورنا. عايزين نتكلم شويه على مبادره كلنا واحد واهميه القوافل اللي بعتتها الداخليه لاهالي نفسينا. يمكن مبادره كلنا واحد في الحقيقه انتقلت من فكره المسانده وتقديم المساعده الى فكره ايضا بناء الشخصيه المصريه، وشفنا حتى استعان مبادره كلنا واحد ليه يعني ابنائنا في المناطق الحضريه وغيرها من النقاط، والانطلاق الان حتى الى شمال سيناء وتقديم الخدمات بشكل مباشر لاهالي شمال سيناء. اذا احنا نتحدث الان عن مبادره كلما مر الوقت كلما نرى فيها تطور ملحوظ، وبتقدم خدمات لا تقتصر فقط على المساندات العينيه ولكن حتى على صعيد الخدمات وبناء الشخصيه المصريه، وهذا مهم للغايه. اعتقد ان دور وزاره الداخليه المجتمع الان في هذا الاطار اصبح دور بارز ومهم للغايه، وده ايضا دور بيتكامل مع الدور الذي تقوم به معظم مؤسسات الدوله المصريه الان في احداث نوع من انواع العمل الذي هو مبني على فكره التواصل المشترك والتنسيق المشترك. حينما نتحدث الان عن الامن الغذائي المصري زي ما حضرتك كنت بتقول، بنجد وزاره الداخليه بتعمل، وزاره الدفاع بتعمل، بنجد وزاره الزراعه بتعمل، وزاره التموين، جميع الوزارات والمؤسسات الدوله المصريه. منذ قليل حضرتك كنت بتتحدث عن اهلا رمضان، الجميع يعمل كخليه نحل من اجل ان يوفر ايضا طريقه او اليه جديده تضبط السوق بطريقه غير مباشره، لان كل هذا العمل من خلال هذه المبادرات انا اعتقد ان هي ايضا بتساهم بشكل ملحوظ في ضبط الاسواق. وعلينا ان نتخيل ان لم يكن هناك هذه المبادرات اعتقد ان كان هيكون هناك انفلات كبير جدا في الاسعار. هذه المبادرات سواء كلنا واحد او غيرها من المبادرات التي دخلت لتضبط السوق المصري من خلال توفير الكثير والكثير من السلع الاستراتيجيه باسعار اعتقد ان هي منافسه بشكل كبير جدا، ساهمت بشكل ملحوظ في ضبط الاسعار. وبالتالي سواء على صعيد توفير الخدمات او توفير السلع كلنا واحد اعتقد ان هي مبادره بتؤكد ان الشرطه المصريه بتستطيع الان ان تواكب العصر، سواء من خلال عملها
الأساسي هو تقديم خدمات أمنية الآن المواطن المصري أصبحت يستشعرها في كل مكان، أو من خلال تقديم الخدمات المتعلقة طبعا بالأحوال المدنية، أو حتى من خلال الدور المجتمعي البارز الذي أصبح الآن يعني واضح ومؤثر والجميع يستشعر أنه في تطور طوال الوقت. عظيم جدا جدا جدا، انا بشكرك جدا استاذ جمال، كل الشكر لكاتبنا الصحفي الاستاذ جمال رائف. طيب عايزكم بعد اذن حضراتكم بقى تقعدوا معايا كده، هنشوف تقرير جميل خالص على هذه القوافل اللي حركتها وزارة الداخلية، قوافل للخدمات وللسلع الغذائية ولغير الغذائية، واللي راحت على شمال سيناء مبادرة كلنا واحد. اتفرجوا معانا. مفيش ارض فيك يا مصر حد يقدر أبدا بفضل الله سبحانه وتعالى ياخدها مننا أو يسيطر عليها، محدش يقدر. سيناء البقعة الغالية على كل مصري، التي تعطرت بخطى الأنبياء وارتوت بدماء الشهداء، تتصدر المشهد التنموي بعد أن أعطى رئيس الجمهورية إشارة البدء لتنميتها. تشارك وزارة الداخلية بقوافل محملة بالسلع الغذائية وأخرى خدمية جهزتها لأهالي شمال سيناء في إطار مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية. انطلقت قوافل الخير هذه عابرة أنفاق قناة السويس إلى أرض سيناء الغالية. ومع وصول القافلة إلى مدينة العريش، فقد أقامت وزارة الداخلية معرضاً ضخماً هو الأول من نوعه في هذه المنطقة على مساحة كبيرة من الأرض، يضم كافة أنواع السلع الغذائية وغير الغذائية والأجهزة المنزلية والكهربائية والمفروشات بأسعار مخفضة وجودة عالية، حرصاً على استفادة أهالي شمال سيناء من تخفيضات مبادرة كلنا واحد ومن وفرة المعروض، ما أدى إلى إقبال كبير من المواطنين على الاستفادة من التخفيضات والمعروضات. طبعا أهالي نفسينا يحتاجوا مننا أن احنا نقدم لهم كل الخدمات اللي يحتاجوها، وخصوصا بمناسبة قرب حلول شهر رمضان، فاحنا جينا النهاردة متواجدين معهم. عملنا معرض كبير جدا لمبادرة كلنا واحد، المعرض متواجد فيه أكثر من 500 طن مواد غذائية من السكر والأرز والدقيق والزيوت وجميع وياميش رمضان وجميع السلع اللي بيحتاجها المواطنين في خلال شهر رمضان. أنا حابة أشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي على المبادرة الجميلة، وأحب أشكر الجيش والشرطة إن هم ساعدونا ووقفوا جنبينا في وقت الأزمة، ودلوقتي العريش بقت أحسن من الأول بكتير، ما فيش خوف ما فيش قلق، دلوقتي كلنا ايد واحدة جيش والشرطة كلنا واحد موجودة في العريش، ونشكرهم ونشكر الرئيس، والأسعار كويسة وحلوة أحسن من بره بكتير. طبعا بنشكر سيادة الرئيس على مبادرة كلنا واحد في شمال سيناء، احنا في العريش تحديدا، ربنا يبارك لك ويا رب تفضل كده الأسعار والدنيا حلوة. شكرا للسيد الرئيس، شكرا لوزارة الداخلية، شكرا لجميع العاملين في هذا الصرع العظيم. منافس أمان خدمت شمال سيناء تمام بأقل الأسعار، ومنافس جميلة وبأسعار كويسة جدا جدا جدا. تضم القافلة سيارات الخدمات الشرطية المتنوعة لإتاحة الفرصة لسكان أهالي شمال سيناء لاستخراج الأوراق الثبوتية وتراخيص السيارات. أنا اتفاجأت والله بيها النهاردة وانبسطت جدا أول ما شفت العربية دي، إن هي دي بقى متنقلة في كل مكان، ودي هتسهل على الناس كتير. لم تقتصر القوافل الخدمية والغذائية على العريش، بل امتدت إلى عدد من مدن شمال سيناء. الشيخ زويد من المدن التي توجهت إليها القوافل. الهدوء يعم هذه المدينة ويتحرك الجميع بحرية وأمان. جيت النهاردة علشان خاطر أعمل بطاعة إلية، والتسهيلات حلوة والحمد لله، والشرطة معانا وخدمتنا بالنسبة للتصوير السريع والقطاع الفورية. الشيخ زويد جاية عشان أعمل بطاقة عائلية، شكرا للوزارة الداخلية اللي جاية لينا من العريش علشان تساعدنا في الورق. الحمد لله الوضع عندنا في الشيخ زويد والعريش الحمد لله 100%، وبنقدر الحين ننزل نرخص عربيتنا براحتنا، وبننزل
السجل المدني وبنعمل بطاقات وشهادات الميلاد. نشكر سيادة الرئيس ألف 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 شكراً، شكر واصل من شعب سيناء للرئيس، من هنا للرئيس واصل. كلنا واحد دايماً مع بعضنا كده وبنستتبع. الله الله المصر. وإلى بئر العبد توجهت القوافل الغذائية والخدمية إلى الأهالي هناك لدعمهم وتوفير السلع والخدمات لهم. فالخدمات متوفرة، اللي هو الاستمارات موجودة، شهادة ميلاد موجودة، بطايق موجودة. إن شاء الله في المبادرة الجديدة مع العربيات المتنقلة هيبقى في خفة عمل. وزارة الداخلية وفر لنا خدمات المرور الإلكترونية، دي حاجة والله كويسة جدا. عندنا متنقلة في كل مكان بتوفر علينا حاجات كتير. في فرق شاسع من هنا من سنتين فاتوا لحد النهاردة. النهارده في امان وفي خير وفي كل حاجه متوفره، وبنشكر سياده الرئيس على المبادره دي، يعني بترفع ناس كثيره بخصوص ان احنا داخلين على رمضان. في ايدين تحمي وايدين تبني وايدين صنعت وايدين زرعت، واللي يعلم واللي يفنن دي المصريه وياما فرعت. تضمنت القوافل زياره قام بها الضباط لعدد من المدارس، حيث تم توزيع هدايا على طلبتها أثناء سير العملية التعليمية. النهاردة قوم الضباط ووزعوا علينا ألعاب حلوة قوي، وأنا بحب الضباط كتير قوي. أنا الطالبة جنة محمود من مدرسة الشهيد عمرو بوهندية الرسمية المتميزة للغات. النهاردة هتكلم عن الأمان في شمال سيناء. طبعاً إحنا عندنا هنا في شمال سيناء أمان من كل حتة. زمان ما كانش في عندنا أمان، وكان في عندنا ضرب نار، وكان في عندنا حاجات مش كويسة. أما دلوقتي بقينا نحس بالأمان في كل مكان. كنا بنيجي ما فيش طلبة، 2-3-4 وأهلهم بيبقوا خايفين عليهم مستنيينهم. لا، الوضع دلوقتي يختلف تماما، دلوقتي كل الطلبه بتنتظم في الدراسه. ماما وبابا بيأمنوني عشان دلوقتي بقى خلاص في امان، بقيت انزل اشتري اي حاجه لوحدي، بقيت دلوقتي اروح المدرسه لوحدي، فبقى دلوقتي الحمد لله في امان في العريش. بنعرف اطفالنا انه يعني ايه الشهيد، يعني ايه التضحيه اللي هو عملها، بنعرفهم باسمائهم كمان علشان مدار حياتهم يبقوا ذاكرين فضلهم على البلد وعلى الامان اللي هم حاسين بيه دلوقتي كاطفال وليهم بعد كده في المستقبل باذن الله. في تضحيات تمت من الدوله، في تضحيات تمت من الشعب، في تضحيات تمت من الجميع عشان كله بيحب الوطن. مصر كل زجاج وحاره فيها عاشر كل واحد، عاش محمد وهي جرجس وهي ساره، مصر هي البوصلة دايما اللي بتحدد مسارك، خلي بالك خلي بالك مصر لسه محتاجة لك. يا بلادي روحي فداليكي، أقدم حضارات كانت فيك. كما توجهت القوافل إلى جامعة العريش لاستخراج مصدرات قطاع الأحوال المدنية للطلبة. قادرين نعيش حياتنا بشكل طبيعي وأحسن كمان، يعني الاول ما كناش بنطلع ولا بنجيب اي حاجه ولا بنطلع ولا بنروح كافيهات ولا بتاع، دلوقتي الكافيهات فتحت، الحاجات كلها فتحت، رجعنا احسن من الاول. بنعيش يومنا طبيعي عادي جدا، بننزل الجامعه، بنمارس حياتنا الطبيعيه بشكل مستقر، وحاسين بالامان عن زمان كتير قوي. تعود الحياه الى طبيعتها وسيرتها الاولى، الخدمات تقدم بصوره ميسره، بخاصه الخدمات الشرطيه الجماهيريه، حيث اثنى المواطنون على هذه الخدمات لبث الطمأنينة في نفوس الأهالي وبسط الأمن والنظام وتحقيق الاستقرار وتلبية متطلبات الأهالي في خدمة أمنية وشرطية تواكب طموحاتهم وتطلعاتهم. واللي بيسهر وبيحبيها الناس بتنام هو عليها ويضحي بروحه ويبديها علشان بلده جوه القلب. الله 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 المصريين لما يحبوها بجد بتلاقي عزيمة وتضحية أبطال وقوة وعدل. كلنا واحد دايما مع بعضنا كده وبنستدفع. تغيرت الحياة على أرض شمال سيناء وعادت لطبيعتها وسط أمن وأمان وقوافل الخير التي تعم الشمال. وهذا المعرض الكبير الذي يؤكد لأهالي شمال سيناء أن كلنا واحد.
ازاي حضراتكم عاملين ايه؟ كله تمام؟ يا رب تكون كل حاجه بخير. دكتور طارق شراره موسيقار شديد الاهميه، واحد من ابدع ومن اعظم مؤلفين الموسيقيين في مصر. دكتور طارق مؤلفاته الموسيقيه كانت دايما تلاقيها على افلام تسجيليه، افلام رسوم متحركه وما الى ذلك. دكتور طارق بالمناسبه فنان حتى النخاع رحمه الله عليه طبعا، لانه من القليلين في الدنيا اللي قرروا ان هم يستقيلوا من مهامهم الرسمية أو من وظيفتهم علشان يتفرغوا لمسارهم أو لمسيرتهم الإبداعية، وده اللي عمله دكتور طارق بالمناسبة. كان سنة 86 زي ما حضراتكم عارفين، هو رحل عن دنيانا في 30 يناير سنة 22 بسبب الكورونا الله يرحمه. إلا أنه الجيد جدا في الموضوع هو اللي عملته دار الأوبرا، ودي حاجة الحقيقة لا أظنها بعيدة أبدا، لا عن دار الأوبرا بنفسها كمنظومة ومنارة عظيمة موجودة في مصر والعالم العربي وقلعة للتنوير الحقيقي، ولا أظنها بعيدة عن تاريخنا كوزارة ثقافة مصرية، لا أظن ذلك بعيد على الإطلاق عن الدكتور خالد داغر واللي بيتولى مهامه كرئيس لهذه المنارة العظمى في العالم العربي بشأن التنوير الثقافي والفني. فتيجي دار الأوبرا تنظم إيه؟ تنظم احتفالية بذكرى الوفاة الأولى لدكتور طارق شرارة، ويعملوها في شكل ندوة ثقافية عنوانها مسيرة عطاء. عايز أستأذنكم نشوف تقرير حول هذه الندوة وهذا الصالون الثقافي احتفالا بذكرى، أو خلينا ما نقولش احتفالا بالذكرى ولكن احتفاء بالدكتور طارق شرارة. صراحة دكتور طارق شرارة يعني نقدر نقول هو موسيقار وفنان شامل، وتقريبا يعني ما خدش حقه الفني جامد، كان شغال تقريبا وراء كواليس، يعني كل فنانين مصر اشتغلوا معاه، وطبعا هو اشتغل في كل المجالات، اشتغل في معانا في الاوبرا هنا، واشتغل في فرقه الرقص الحديث، وعمل افلام سينمائيه موسيقى تصويريه، وكان موسوعه في كل حاجه في الفن. انسان عظيم وحساس جدا بشعوره وأداؤه لموسيقته، فهو عمل لي عدة عروض اشتغلنا مع بعض كتير، زي الأفيال تختبئ لتموت وأسر سمرقند وكل وشادي عبد السلام، الكرسي تطحن أمون وكل ده، فلاح الفصيح، فده كان تعاملي معه كتير كتير صراحة فني وإنساني، وعنده شعور كتير، الواحد بيريحك بيعرف النوت، مع انه موسيقته هي كونكريت، يعني موسيقته هي مستقبلية اكتر ما انها تكون طربية. طارق شرارة كان من اول الناس اللي هم شجعوني او وقفوا ورايا، على اساس ان كان في اوبرا عايدة في 2002 اول ما جيت من جنيف، وهو كان الوزير بعته عشان يقول هل هذا القائد المصري يقدر يقود العرض الميجا برودكشن بتاع عايدة ولا لا. فطارق قال اوكي، فحظي كويس ان هو قال ايوه، بس هو طلع بقى ان هو مش بيقول بس ايوه، ان هو اعجب بيا كده، هو فاهم كويس جدا يعني ايه موسيقى، فاهم يعني ايه فن، فاهم يعني ايه رسم. هو ما كانش مجرد موسيقي او مؤلف موسيقي، هو كان مؤلف موسيقي ووضع موسيقى تصويريه للافلام، وناقد كان بيكتب في الاخبار، نقد موسيقي ايضا، وكان له اهتمامات بالسينما المحليه والعالميه، فكان متعدد الجوانب، وفي كل جانب من هذه الجوانب كان مجيدا بدرجه كبيره. طارق شرارة كان بالنسبه لي اب، كان بالنسبه لي مدرس، كان بالنسبه لي أيقونة، كان بالنسبة لي موسوعة موسيقية، موسوعة فنية، موسوعة سينمائية، حاجة كبيرة جدا. طارق شرارة، طارق شرارة راجل بيديكي نصيحة طول الوقت، بيديكي نصايح ونصايح صح،
وبالطريقة اللي تقبليها. طارق شرارة حد مهم جدا جدا جدا، والنهاردة اليوم أثبت قد إيه أهمية طارق شرارة. قبل ما اقول لك هو ايه اللي بيحصل في مصر، لكن خليني اقول لك ان طبعا احنا في الفصل قاعدين انا ودكتور محمد العقاد عمالين ندردش، احنا اصحاب، فبدات بقى قاعدين بنتكلم، قال لي لا ده انت كده بقى خلاص ادخلك كليه الطب. لا ده انت اتخرجت. يعني بدات احط نفسي على اول الطريق، مفيش جامعه تقبلني في السن ده. لا هنشوف لك وسط، شوف لنا وسط النبي يا دكتور. خليني ارحب جدا 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 بدكتور محمد العقاد، مدير اداره الرعايه الثانويه والثالثيه بالهيئه العامه للرعايه الصحيه. الاول منور. منور بيك، وانا دايما بسعد والله فعلا لما بكون معاك. انت قبل ما تكون يعني من اشطر المذيعين اللي الواحد شافهم، ربنا يحفظك، اخ وصديق وراجل بيحب بلده، شرف وبيحب شرف المواطن المصري فعلا، وبيدافع عن حقوقه، فده دايما بيخليني اكون سعيد بجد ان انا اكون معاك سواء تليفونيا او على الهواء. انا كده خدت البكالوريوس بتاع الطب، انا مبسوط كده. دكتور احنا عايزين نتكلم حبه على مشروع السياحه العلاجيه اللي هو نرعاك في مصر. هايل. أنا من غير ما أخش في أسئلة كتير وأضيع وقتك، هو ده اللي في بالي؟ وأظنك عارف قصدي بمعنى كلمة اللي في بالي. حقيقي. قولي إيه هو المشروع لعله يطلع اللي في بالي. قادر يا كريم؟ هيطلع اللي في بالك. إحنا الأول هنقول للناس، لأن أنا فاهم اللي في دماغك، فهنقول للناس إيه الفرق بين السياحة العلاجية وعلاج السائحين. أيوة. عشان دي الناس بتتلخبط فيها. ماشي. هو بيفتكر إن هو في واحد جاي أصلاً يتفسح بطبيعته فتعب فعالجناه فدي سياحة علاجية. لا ده اسمه علاج السائحين. صح. يبقى كده عشان الاول نحط النقط على الحروف من الاول الناس تبقى فاهمه معانا. علاج السائح، السائح ده جاي اصلا هو جاي لوحده خالص، جاي يتفرج على مصر، جاي يشوف اي حاجه، جاي يعمل دايفنج في غردقه في شرم الشيخ ايا كان، وتعب فدخل مستشفياتنا فتعالج، ده اسمه علاج السائحين. حلو. ايه هو بقى السياحه العلاجيه؟ ايوه المشروع اللي احنا هحكي لك عليه بقى. السياحه العلاجيه ان انت التارجت سيجمنت معين، نقول بالعربي ان احنا نستهدف ونحط هدف لينا الأجانب أيا كان جنسيتهم، سواء أفارقة، يوروبيين، أوروبيين، أمريك، أيا كان الجنسية، والتارجت العيان اللي عندهم هناك اللي هو فيه شريحة معينة من العمليات من التدخلات الجراحية عندهم غالية جدا، وإحنا عندنا بتكلفة أقل وبمهارة زيهم ويمكن أحسن. أنا متأكد إنها أحسن. فتبدأ تتارجت السيجمنت دي أو الشريحة دي وتبدأ تشتغل عليها. تشتغل عليها إزاي؟ خمس حاجات. المبنى. صح. جوه في ايه جوه المبنى؟ القوى البشريه، الله ينور عليك، التجهيزات، الخدمه العلاجيه اللي بتتقدم بجوده عاليه وانت عارف ان هي بتترقب من كذا جهه. طبعا. والبيئه الخارجيه، المناظر الخلابه بتاعتنا بتاعت مصر، لو في شويه ميوزيوم متاحف او اثار، فيبقى احنا كده الخمس حاجات اللي بنشتغل عليهم، المنشا نفسه وجواه ثلاث حاجات وبره العوامل الخارجيه. حلو. مش بس كده، ده احنا بدأنا عملنا اكسرسايز كمان، بدأنا نشوف زي ما قلت لك انا في حاجات عندي تكلفتها لانها موجوده وموجوده كتير، زي مثلا الاسنان. دكاتره الاسنان في مصر عندنا شاطرين جدا قوي. الاسنان بره مش كفرد وغاليه موت. برافو عليك. مش كفرد بتأمينهم خالص وغاليه جدا قوي. طيب انا عندي حاجه غاليه وانا عندي الناس شاطرين وتكلفتهم قليله، فبتبقى حاجه كده شبه الاستراتيجي بتاعت اللي هي بنسميها ليدرشيب باي كوستنج، او ان انت تبقى انت واخد الرياده بالتكلفه. طب انا واخد الرياده بالتكلفه وكمان عندي ناس شاطره وكمان عندي كل حاجه جاهزه،
المستشفى جاهزة، البيئة الخارجية والآثار والمناظر والكلام ده كله. فبدأنا نعمل اكسرسايز ده، وبدأنا نطلع ان في امراض وعمليات وحاجات كتيرة انا اقدر اسحبها من الخارج بس بشوية براندنج وشوية ماركتنج. عملنا ايه اخر السنة اللي فاتت؟ سجلنا علامة تجارية اسمها نرعاك في مصر. حلو. اللي هو كل ما يخص السياحة العلاجية، مبادرة، مشروع، استقطاب المرضى الأجانب زي ما اتفقنا من أفريقيا من أوروبا وهكذا. وبدأنا فعلا الفترة اللي فاتت دي، يعني الحمد لله شرم الشيخ، مستشفى شرم الشيخ الدولي، مستشفى الأقصر الدولي، هما دول دلوقتي بقوا يعني شبه أيقونة كده، أن الناس بتجيلهم مخصوص. يعني طبعا عشان في بعض الحاجات الأسرار المرضى وحاجات زي كده، ولكن احنا بقى في دكاترة بتعالج ناس بره أو بتشتغل بره، مصريين طبعا، وبيشتغلوا بره وخدوا جنسيات بره، بدأوا يكلمونا ويتواصلوا معنا ان هم يجيبوا بعض المرضى عندهم في الحاجات اللي نوت انشورد هناك، اللي هي ملهاش تأمين صحي او ملهاش تغطية في التأمين بتاعهم هناك، ان هم يجيبوهم عندنا. ويبقى هو ده زي خبير اجنبي بيجي، فكسبنا حاجتين، بقى عندي خبير اجنبي واحد بيشتغل بره اوريدي، هو طبعا مصري، اصوله مصريه، ولكن وخد خبره طويله جدا وعايش هناك وخد جنسيه وبقى خبير اجنبي. وبالنسبه لهم هو هناك فعلا اكسبرت يعني طبعا. وكمان هيجيب العيانين بتوعه سياحه علاجيه. فمن هنا زي ما قلت لك حبينا نفرق الاول الاثنين، وبدانا نشتغل على القصه دي. ونهايه 2022 سجلنا العلامه التجاريه بتاعت نرعاك في مصر، وبدأنا بقى الرحلة اللي أنا حكيت لك عليها. طيب أنا هنا ببص عليها في بالي، وأظن هحتاج تفاصيل أكتر علشان أبلور بقى. أول حاجة اللي أنا أظنه، وصححني لو أنا غلطان، أنا النهاردة بس ده معروف، النهاردة الطبيب المصري مطلوب طول الوقت في أوروبا وبكثافة حقيقي، وده بشكل رسمي. يعني اللي هيخش على الويب سايت بتاع سفارة انجلترا صحيح، او الحكومة الانجليزية صحيح، او الالمانية بالتحديد، هيشوف الليستة بتاعت الدكاترة طالبين مين اول ناس المصريين. ده كده اول صباح الفل. طب اقول لك حاجة كمان في الحتة دي بالمناسبة، ده في بعض الاختبارات اتلغت للمصريين عشان هم اوريدي شافوا، عارف انت زي كده يقول لك ليه سابقة اعمال في المصطلحات الحكومية، يقول لك ده ليه سابقة اعمال يبقى مصدر ثقة. مصريين خلاص اثبتوا ثقة، فبقى ليهم بعض الاختبارات بتتشال اصلا. بكالوريوس طب جمهوريه مصر العربيه، اهلا وسهلا، انت مش هتمر بالاختبارات دي. هتاخد في مثلا سي 4 أو 5 اختبارات، انت 2 بس من الخمسه، في 3 مش عايزك تعديهم. انا عارف ان انت اوريدي معديهم في الكليه. ده معناه انه انا لما باجي بعمل هذه المنظومه، انا هبدا مش بقى هقول ان انا بقلل من الولاد اللي عاوز يسافر يعمل طبعا ماجستير ودكتوراه ويشتغل، هو حر، لكن اللي هيجي يقول انا مش لاقي فرصتي فمضطر اسافر، فبقول له لا، فرصتك عندي وبفلوس حلوه. وقد كان، وهحكي لك موقف حصل لو انا فاكر صح الشهر اللي فات او في يناير، يا فبراير يناير، حد من الاطباء الشباب واحنا بنلف في المحافظات قال لي يا دكتور محمد انا كنت خلاص برتب سفري، ولكن لما هو كان شغال اوريدي معانا في منظومه التامين الصحي الشامل في هيئه الرعايه الصحيه، وكان هيسافر وخلاص، فاحنا حكيت لك قبل كده ان احنا بنجيب تدريبات وحاجات خارجيه وبنخلي الناس تلتحق ببعض المؤتمرات العالميه. فجاله تدريب او منحه، ترشح من المستشفى وجاله تدريب، فهو ما كانش مصدق ان التدريب ده فور فري يعني، كان فاكر ان هو يعني هيدفع فيه او حاجه او كده، فلقى التدريب فقال لا ده بجد المنظومه فعلا بتهدف ان هي تخدمني. فكمل. جميل. ولغى فكره السفر، وزي ما انت قلت ده موقف حصل بجد. وانا بمر دكتور شاب جه وقال لي، وهو اكيد لو سمعنا دلوقتي هيبقى عارف، وقال لي كده، قال لي انا هكمل في مصر لان انا بجد لقيت في حاجه جديده بتحصل. حلو قوي. طيب هنا بقى هروح على الناحيه الثانيه، لما بتكلم على سياحه علاجيه زي اللي هي في بالي، فانا هحط التصورات اللي انا بسمع عنها واللي بقعد اقراها، فانا هلاقي انه انا عندي في تركيا وفي اوروبا الشرقيه دول، المنطقه دي تحديدا، دول من اقطاب ما يطلق عليه سياحه التجميل، عاوز ده شقه وسيكتور، والسياحه العلاجيه بشكل عام. فلاقي مسز ماجواير اللي جايه من اسكتلندا طالعه على اوروبا الشرقيه او تركيا عشان مش عارف عايز تعمل ايه في اسنانها، مسز مش عارف ايه جايه من المانيا علشان رايحه على بلد فين علشان عايزه تظبط حاجات اكتر، وهكذا. فلان الفلاني يعاني مش عارف من ازمه ايه في الكبد فهيجي لي، فانا اقول له تعالى اظبط لك القصه. هو ده اللي احنا هنعمله؟ هو ده اللي احنا هنعمله، وهنعمله يس، وهنعمله اكثر توسعا. بمعنى
انا مش بس زي ما قلت لك من شويه، انا درست الحاجات السيجمنت او الشريحه اللي هي اوريدي ما لهمش هناك تامين صحي على العمليات دي. طب عملنا ايه تاني؟ احنا بنحرق بقى كل الاسرار معاك، بنحرق كل الاسرار. الثغره اللي موجوده في نظم التامين الصحي اللي موجوده في الدنيا، واروح انا جاي سحب الثغره دي واغطيها عندي. ايه الثغره الثانيه؟ يعني دي طبعا الاكسرسايز اللي احنا بنعمله، بس انت حبيبنا يعني احنا عملنا اكسرسايز، طلعنا الويتنج ليست او قوائم الانتظار في العمليات الجراحيه اللي هي اوريدي كفرد هناك. طيب فلقينا بعض العمليات عندهم الويتنج ليست او قائمه الانتظار بالثلاث او اربع شهور. فبدانا ندرس احنا عندنا لو قدرنا نقدم بتكلفه اقل من هناك هو كده كده كفرد، بس قدامه اربع شهور. ونبدا نشتغل على القصه دي، ان انت قدامك اربع شهور، انت قدامك خمس شهور ومحتاج عمليه صمام في القلب، ممكن ما يبقاش فيري ارجنت بس انت محتاج تغيره. طب احنا هنعمل لك تكلفه، هتيجي تتفسح وتشوف المناظر الطبيعيه في مصر، وتقعد في جناح فندقي جوه مستشفى، مش هتحس ان انت في مستشفى، وهيعمل لك هو ده اللي في بالي. شفت بقى ستاف كبير هيعمل لك العمليه دي، منهم العمليات المشهوره في القلب دلوقتي اللي هي التافي، اللي هو بنغير الصمام عن طريق القسطره. صمام الاورتي دي كانت عمليه كبيره جدا طبعا. فيها شق العظمه بتاعه الصدر، يعني عظمه القص. القص، برافو عليك، انا عارف ان انت عندك خبره في القصه دي. انا بحاول قدر الامكان. ف ان انت توصل لحاجه زي كده، فده اكسرسايز واتعمل واحنا شغالين عليه، ان احنا مش بس ابقى الحاجات اللي اوت اوف كفرج من عندهم، لا ده انا كمان هخش جوه الكفرد بس اللي عندهم في ويتنج ليست كتير، او عندهم العمليات ما بتتعملش بالكفاءه، ونشتغل مثلا نشوف من الويب سايتس او من الحاجات اللي بتحصل عندهم فيها مشاكل نسب النجاح، فاقول له طب تعالى ده انا العمليات دي نسب النجاح بتاعتي اعلى من عندك. طب هنا هيجي على بالي سؤال والله، هل من الممكن، ده مجرد فعلا سؤال، يحصل بروتوكول تعاون ما بيننا وما بين حكومة الدولة الفلانية، انه يا جماعة انتوا عندكم ويتنج ليست كبيرة جدا في 1 2 3 4، انا اقدر اقلل لك الويتنج ليست دي، وانت تكلفة العملية دي عليك كحكومة كذا تساوي مثلا $100,000، انا اقدر اعملها زائد السياحة والبرنامج اللي هعمله $60,000، اديه للـ60,000 وانا ادلع المواطن بتاعك. هل ينفع نعمل حاجه زي كده؟ ينفع، وتم عمل حاجه شبه كده مقترح. طبعا هيبقى له شويه طبعا بوليتيكال، يس بالظبط، وده تعاون ما بين حكومات وحدوته. احنا المقترح الطبي نفسه موجود واتقال بنفس الطريقه كده بالظبط، ان هو عشان سستينابيليتي، انت عارف دايما اهم حاجه في اي مشروع طبعا استدامته، ان انت عشان المشروع يبقى فيه استدامه، مشروع سياحه علاجيه ده محتاج استدامه، فانا مش عايز بس ان انا يبقى سبوراديك كولز، او ان انا اعلن شويه مثلا في دوله انجلترا وشويه في مش عارف شرق اوروبا، لا انا عايز يبقى حاجه مستديمه، وده كان هو ده المقترح جاي من هنا. مش بس كده، انا عايز كمان اخلي الاستدامه دي في افريقيا، احنا القياده السياسيه دلوقتي طبعا بتفكر ان احنا نرجع تاني ريادتنا جوه قاره افريقيا، وان شاء الله باذن الله راجعين لها وبقوه، فانا هخش كمان على افريقيا. حلو. مش على افريقيا بقى، ده انا يعني هعمل لهم هم كمان تكاليف مختلفه، احنا قاره واحده، دول شقيقه، ودول كلنا يعني احنا بالنسبه لهم مصر هي الايقونه بتاعتها. ده شغالين عليه دكتور احمد سكر رئيس الهيئه الفتره اللي فاتت، يعني تقريبا كل السفراء ووزراء الصحه الافارقه بيجتمع معاهم، وان شاء الله هيبقى في يعني كنت بكلمه الاسبوع اللي فات، وبعدين بعت له وبعدين قفل عليا بسرعه، وبعد كده بعت له مسج، فراح ردد عليا قال لي معلش انا بس كان عندي حاجه كده وهكلمك، الظاهر كان مسافر او حاجه. فلما كلمته بقى سفراء افريقيا كلهم ووزراء الصحه كلهم، فلما كلمته بقى قال لي بص ان شاء الله قريب هتسمع عننا حاجات كويسه جدا، وانا عارف ان انت واقف معانا على طول. قلت له بقلبي كاني دكتور معاكم والله. طيب. حرقتها الدكتور احمد خلاص. معلش وماله، يعني العز واحد زي ما بيتقال، هو راجل جميل جدا احبه قوي يعني. طيب هنا هرجع على مساله كلمه بقى السياح، يعني انا هاخد البيشنت او المريض اللي جاي لي ده
مش بس بقدم له العلاج اللازم او الاجراء التجميلي او التصحيحي او على ايا كان المصطلح، لكن كمان انا باخده في حاله استشفاء وريلاكسيشن، ويقعد على يروح سيوة، يروح شط البحر في البحر الاحمر، يتفسح في سينا، يطلع على الاقصر واسوان، كل ده كل ده وحياه النبي. وحياه النبي هو البروجكت كده، هو فعلا المشروع كده. ان انا زي ما قلت لك في الاول، احنا على فكره بيبقى برنامج من اول ما بيوصل الطياره في عربيه، حد مندوب او ممثل عن المستشفى اللي حسب المحافظه اللي هيجي فيها، ممثل عن المستشفى بعربيه ليموزين بتنتظر السائح عند الطياره، بتاخده في العربيه يروح يعني ايذر اور بقى، يعني اما بنبقى حاجزين له مثلا في يوم في الفندق الاول وبعد كده يخش المستشفى. أيوة. او يدخل المستشفى، وكل ده برنامج وسكيدولد، وهو يعني دي نون اجنده بالنسبه للسائح، عشان ما يجيش يبقى مش عارف هو بيعمل ايه. هو عارف ان اليوم الاول مثلا هيتفسح، اليوم الثاني الصبح هيدخل المستشفى يبدا يعمل اللابس او الراتس التحاليل والاشعاعات بتاعته، وبعد كده نبدا نخش الاجراء، وبعد كده عندنا 3 او 4 ايام الريكفري او الاستشفاء، يوم في المستشفى وثلاثه بره، تبدا تشوف المناظر الطبيعيه، تبدا سكيدول جام كام. عاوز يطول قول طول طبعا. اقعد وبنقول لهم كده لو انت حابب طبعا، والباكج بيحصل فيها تعديل وكده، بس حابب تطول احنا موجودين والدكاتره موجوده طيب خليني هستأذن هروح لفاصل، وبعد الفاصل عاوز أشوف أنا بستهدف شرائح اقتصادية ومالية اللي هي بتبقى عاملة إزاي. يعني في الناس اللي هو بالتعبير المصري، أنا أحب كلمة البلدي لأنها كلمة حلوة، بلدي بتاعتي، يعني التعبير البلدي الجميل بتاعنا ده اللي هو إيه، الناس المريشة بتاعت أوروبا، الناس المريشة بتاعت أمريكا، أنا عايز أجيب ناس دول. وفي نفس الوقت المريش المصري ساعات كتير جدا يقول لك أنا طالع ولا طالعة مش جمهورية إيه علشان أعمل كذا. نورونا، تجدوا ما يسركم. استنونا بعد الفاصل مع دكتور محمد العقاد، مدير إدارة الرعاية الثانوية والثالثية بالهيئة العامة للرعاية الصحية، بنتكلم عن الرعاية عن السياحة العلاجية، وتحديدا نرعاك في مصر. استنونا. لا ده طلع الموضوع اكبر من اللي في بالي، عشان بس نبقى متفقين، وهقول لكم ليه دلوقتي. خلونا نجدد الترحيب بضيفنا العزيز دكتور محمد العقاد، مدير اداره الرعايه الثانويه والثالثيه بالهيئه العامه للرعايه الصحيه جمهوريه مصر العربيه. قلنا بقى الشرائح الاقتصاديه والماليه اللي احنا بنستهدفها، انا نفسي دايما استهدف المريشين وسنه لتحت. انت قلت حاجتين، الحاجتين مختلفين ونتكلم فيهم. الحاجة الأولانية قلت لي الشرائح اليوروبيين أو الخارجيين بصفة عامة، والشرائح المصرية. طيب احنا الفكرة التانية اللي هي بتاعت المصريين احنا بدأنا نشتغل عليها. أنا في عندي مصريين عايشين هنا في مصر وبيحبوا يصيفوا برا، بيحب يروح في كذا، يعمل عملية زي ما انت قلت، عايز يعمل عملية برا. طب أنا عندي الستاف اللي بيعمل العمليات دي ويعملها أرخص من برا. لو انت الفكرة كلها وبكفاءة أعلى، وبكفاءة أعلى، لو انت الفكره كلها ان انت هتشوف مناظر، طب انت هتشوف مناظر احنا ما شفناهاش. يعني في حاجات على فكره، انا لما دخلت المحافظات التامين الصحي الشامل، يعني انا كنت اول مره اروح مثلا الاقصر واسوان، جنوب سيناء كنت رحتها مثلا من 10 12 سنه حاجه كده، وقعدت في شرم الشيخ 10 ايام وبعديها مره 3 ايام، فما الواحد ما بيلحقش يعمل حاجه. شفت حاجات ومناظر، و الناس اللي هناك بقى الاطباء والاطقم الطبيه لما بنروح نشتغل معاهم ونبدا تشغيل المستشفى وقصه التامين الصحي بالنسبه لك مدهشه مش ممكن. انا وانت كنا بنتكلم على جزيره الطويله اللي احنا الاثنين ما رحناهاش بالظبط، دي يعني عندنا في مصر مش ممكن. في حاجات فعلا عندنا قويه جدا، لو انت قصه مناظر طبيعيه وخلابه والكلام ده كله هتلاقيها عندنا. طب لو قصه اثار وحاجات تراثيه ومحدش زي مفيش زينا، احنا من اكتر الناس اللي عندها يعني اثار، ويعني ده الناس كانت واخده مننا وسرقنا يعني وبيعرضوا بره، سرق مننا وبيعرضوا، احنا لازلنا الاكثر ثراء. فانت عايز ايه؟ هتعوز ايه؟ يبقى خدمه، منشاه طبيه على اعلى مستوى، وانت عرضت يعني قد كده كتير جدا، عرضت منظر المنشات الطبيه دلوقتي، دكاتره كفاءه عاليه جدا ويمكن احسن من بره والله. اكويبمنتس كلها يعني حاجات توب نوتش، كلها 20 21 22 23 حاجات كلها يعني زي ما بيقولوا كده جديده
بكرتونتها. محتاج ايه تاني؟ خلاص مفيش بقى، مش هتخرج بره بلدك، عندي هتتفسح، الطاقم الطبي والمحلات والمناظر الطبيعيه والسياحه الثقافيه والاسترخاء والاستشفاء. لو وأرخص. انت لو انت بتفكر في حاجه زي كده هتفكر تطلع بره ليه بقى تاني؟ مفيش سبب، مفيش سبب الا بقى اذا انت مش عايز، خلاص ده حريه شخصيه. انما البروجكت بقى كامل قدامك هتشوفه، يعني لو حابب هتحضر مستشفى او هتيجي تشوف في مستشفى عندنا، تعالى يا ويلكم جدا ان انت تخش تتفرج على المستشفى وتشوف نظافتها وتشوف الكلام ده كله. زي ما انا بقول لك دايما تعالى وبالكاميرات ومفيش حاجه نخبيها احنا. صح. بالعكس ده احنا يعني احنا بنبقى سعداء، يعني جدا بتبقى سعداء لما جدا الناس تروح وتشوف جدا وتصور وتسال وفي أي الناس وفي اي وقت. وانت فاكر كان في مره الصبح زياره وفي مره الساعه 11 بالليل. صح. يعني في اي وقت احنا ما عندناش اي مشكله، احنا بنقدم خدمه الحمد لله فرحانين بيها. وزي ما قلت لك قبل كده انا ببقى فرحان بالخدمه اللي انا بقدمها وبدات اتميز بيها وبدات احس ان في تطور في القطاع الصحي، ولكن عندي مشاكل بس بحلها وهفضل احلها عشان ما احسش ان انا خلاص بقيت البلاتو. احنا مش هنوصل للبلاتو ان شاء الله. احنا كلنا دايما موتيفيتد بحاجات جديده عشان نفضل ماشيين في ان احنا في بيك. حلو. ان شاء الله البلاتو او الديكلاين ده مش هيحصل، استحاله ان شاء الله. فانا تعالى اتفضل شرفنا، اتفرج شوف زي ما انت عايز. انت اتليست على الموبايل بتاعك لما بتتشات او بتعمل مثلا مع حاجه من الحاجات اللي بره بتشوفها اونلاين. لا ده انا بقول لك تعالى، تعالى زورني في الاسماعيليه، تعالى زورني في الاقصر، تعالى زورني في شرم الشيخ، واتفرج على البرنامج السياحي المتكامل اللي هيتعمل لك وشوف. ده للمصريين. طيب بره لا، انا ما عنديش مشكله خالص. انا مش محدد سيجمنت معينه. زي ما قلت لك انا بنلعب على حاجتين، قوائم الانتظار واهميه العمليات فهقدر استقطبهم بالقصه دي، والحاجه الثانيه الحاجات اللي مش كفرد. هيجي لي بقى سيجمنت اي كلاس، اهلا وسهلا بيه. هيجي لي بي كلاس، اهلا وسهلا بيه. هيجي لي سي، اهلا وسهلا بيه. انا ماليش فيه، هو هيدفع بس، هو هيدفع، هو جاي من انهي سيجمنت. المهم ان انا هم دول التو تارجت سيجمنتس اللي انا شغال عليهم. انا عايز اخد الناس اللي عندها قوائم انتظار طويله جدا، وعايز اخد الناس اللي ما عندهاش كفر في التامين الصحي بتاعهم للاجزاء دي، عمليه، تدخل، زي ما انت قلت، اسنان، تجميل، ايا كان. طب هقول لك برضو على حاجه، لا عارف اللي هو انا قاعد عمال بنكو شيء يمكن الاقي حاجه مش موجوده. سياحه الديتوكس، انا مره قريت مقال على انه مش عارف مصحه ايه باين كانت في النمسا والله ولا مش فاكر، حاجه زي كده، الناس تروح علشان تعمل ديتوكس. طب قعدت اكمل بقى قرايه، يعني هيعمل ايه ديتوكس؟ هيشربوا ميه بليمون يعني ولا ايه؟ قال لك لا، بياكلوه مش عارف ايه حاجات خضروات وكلها مزروعه مش عارف زراعه حيويه، وبيشرب قد كده ميه في اليوم، وبيعمل مش عارف يوجا، وبيطلع يتنفس الهواء والاكسجين الصبح بدري، و مفيش اي حاجه في الموضوع، يعني قاعدين ده حاجه دلع كده، كومبليت ريلاكسيشن. وبس بيعمل له يعني هيلثي، ما بياكلوش كتير قوي، جدا قوي جدا، مع انه ما بياكلش بالظبط. احنا عارفين القصه دي، ولكن القصه دي مختلفه شويه، فدي محتاجه شويه مانيبيوليشن. ليه؟ لان انت اوريدي كمنشاه هدفك الاساسي طبعا اللي هو العلاج. برافو عليك، تقديم الخدمه العلاجيه. فاحنا في نفس الوقت اللي احنا بنفكر في الحاجات اللي تخليني سستينابل، وان انا اقدر ادخل موارد للهيئه العامه للرعايه الصحيه ومنظومه التامين الصحي الشامل وبالتالي الدوله، عشان اقدر اكمل وابقى انا مستمر في المشروع بتاع حلم المصريين كلهم، فبنفكر في الحاجات اللي ممكن تقدر تدخل لنا موارد اخرى. وده التفكير الناس الشاطره، ازاي تدخل موارد لنفسك، مش لازم تعتمد بس على زي ما بيقولوا التنوع، diversity of الخدمة اللي انت بتقدمها. كل ما بتدي بيبقى في تنوع في تقديم الخدمة، كل ما بتفيدك في الموارد اللي انت بتجيبها. طيب انا عندي حاجة تانية جديدة اللي هي الفكرة بتاعتك. الفكرة بتاعتك دي محتاجة شوية manipulation. حلو. ان انا يبقى حاجة ملحقة بمستشفى. على فكرة انا بفكر معاك برين ستورمنج على الهواء. انا كنت لسه هقول لك احلها لك. عارف الله يرحمه يا رب استاذ حسن حسني، ابسطها لك انا بقى المرة دي هحلها لك. احنا هنعمل الاتي، احنا منشأة هدفها الرئيسي هو العلاج، تقديم الخدمة العلاجية. حلو. انا هو سؤال واحد هسأله تقول لي لو نفع، يعني لو جات الإجابة صح يبقى انا هقول لك الحل ايه. هل من حقي اعمل شراكات مع القطاع الخاص؟ طبعا. تعالى نعمل شراكة مع القطاع الخاص في ان احنا هنعمل منشأة بهذا الشكل. هبقى انا بقى الهيئة العامة للرعاية الصحية مع مثلا بتاعة يوسف في سيوة،
فهنروح عملنا الشراكة دي سوا فطلعنا مؤسسة جديدة أو شركة جديدة. صحيح. أصبح الناس بتجيلي تغطس في المية اللي مش عارف بحيرات الملح. بالزبط. يقعدوا يتفرجوا على شروق الشمس، يأكلوا البلح السيو والفاخر، الحاجات اللطيفة دي، يعملوا تدريبات اليوجا وينبسطوا ويهيصوا ويرجعوا على بلادهم تاني. فكرة هايلة. أنت عارف أن احنا أوريدي في شراكات بيننا وبين بعض المستشفيات الخاصة. وكانت عشان معايشة الأطقم الطبية عندنا تروح تبقى عندهم والعكس. وفي ناس يعني كانت في يدا بيد في بداية المشروع والسنتين ثلاثة اللي فاتوا من المستشفيات الخاصة ورؤساء مجالس إدارتهم تريننج، عملنا شراكات مع القطاع الخاص في حاجات مميزة جدا. ليه لأ؟ ليه لأ نفكر في فكرة زي دي وإحنا داخلين على المحافظات الجديدة إن شاء الله في المراحل اللي جاية، إن إحنا يبقى في تعاون مع القطاع الخاص لو هم ليهم حاجة هناك، أو لو في مركز فعلا حاجه زي استشفاء او حاجه زي كده ويبقى فيه مدعم باطقم طبيه من عندنا، يبقى أيوة. فيه جزء علاجي مع. صح. الجزء اللي هو الاستشفائي ده وارد جدا. ابعت مجموعه من اخصائيين العلاج الطبيعي، ابعت. زبط. مجموعه من اخصائيين التغذيه العلاجيه او مش عارف. صح. ايه عشان يعرفوا. زبط. هياكلوا ازاي ويعملوا. زبط. ابقى حلتها. حلتها انا مستر تيم 10% والكريدت ليا. لا الكريدت ده ما بيدخلش على الجامعه، بقول لك انا عايز فلوس. لا طبعا اي حاجه متعلقه بان تبقى بلدنا يعني طالعه لقدام طول الوقت اي حد فينا لازم يعملها وهو مغمض عيني. انا مش عارف اشكرك ازاي على كل حاجه بالمناسبه. وطبعا احنا مأخرينك حتى منتصف الليل فنورتنا وشرفتنا. ربنا يخليك يا يوسف. انا بتقل عليك عشان صاحبي، فيعني مش عارف. انت عارف انا بتبسط جدا جدا، اولا عشان الصداقة والمحبة اللي هي اللي لشخصك، ده الحاجة الأولانية. الحاجة الثانية أنا عارف أن أنت البرنامج بتاعك متشاف كويس قوي، وبالتالي إحنا دايما ده زي ما نقول كده تبقى زي كبسولة صغيرة. أيوة. للمصريين يبقوا عارفين إيه اللي بيحصل في بلدنا، يبقوا عارفين أن المنظومة الجديدة وهيئة الرعاية الصحية اللي هي بتقدم الخدمة في محافظات تأمين صحي الشامل بيعملوا إيه. ممكن. صح. أنا الكلمة دي سمعتها من بعض أصحابي للأسف، قالوا لي إحنا ساعات ما بنحسش قوي أنتوا بتعملوا إيه لأن أنتوا بعيد عن القاهرة والجيزة. فدورك طبعا لان انت بالظبط انت القاهرة. بتحب المواطن المصري وبتحب مصر، فبالتالي يبقى احنا دورنا مع بعض المصريين يعرفوا ايه اللي بيحصل، لان في ناس. صح. بتضحك عليهم ان مفيش حاجه بتحصل. للاسف. فاحنا دورنا مع بعض كلنا الفتره الجايه مهم جدا الناس اللي بيجرى اللي بيحصل. مصر بيحصل فيها تطور رهيب في القطاع الصحي، ده حقيقي. لازم يعرف. ده حقيقي. لازم الناس تعرف ولازم المصريين يبقوا فخورين جدا بالمشروع ده حتى لو بعيد عنكم دلوقتي، ولكن هو قادم جاي خلاص لك جاي ان شاء الله جاي لك باذن الله. باذن الله. نورت وشرفت وافدت واسعدت وابهرت. كل الشكر للدكتور محمد العقاد مدير اداره الرعايه الثانويه والثالثيه بالهيئه العامه للرعايه الصحيه. في ناس هتحب تسود عليك العيشه، انا مش منهم على الاطلاق، وفي ناس هتحاول تجمل عليك العيشه اكثر مما يجب أو أكثر مما هو واقعي، وبرضو أنا ما أحبش أبقى منهم على الإطلاق. كل اللي هقدر أقوله لك في برنامجنا التاسعة مع أي ضيف ومن خلال أي خبر أو حتى الدردشة وفتحة القلب كده اللي بنقولها في أول الحلقة عادة، إن أنا هقول لك الواقع بس والحقيقة بس. والله 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 هذا الواقع إن قارنته فيما قبل 2014 إحنا تعدينا حدود الخيال، ولسه لينا كلام لو كلنا العمر بكرة إن شاء الله في نفس الميعاد وبرنامجكم التاسعة. سلامات.